عقد عدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف المصرية القومية والخاصة وعدد من مقدمي البرامج والكتاب اجتماعا بمجلة روز اليوسف، ناشدوا فيه سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة. وقرر المجتمعون نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية، بحسب بيان صادر عن الاجتماع تحت أو عن الاجتماع الذي شهدته صحيفة روز اليوسف أو مجلة روز اليوسف تحت اسم بيان اجتماع روز اليوسف. حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي. أستاذ أكرم برحب بيك، ويمكن الفترة اللي فاتت كان في أكتر من بيان شبيه من مجلس النواب بتصريحات تغاض. أستاذ أكرم حضرتك سامعني؟ هي المعركة مش جديدة طبعا. هو أنا سؤالي لحضرتك عن أسباب هذا الغضب الواضح سواء من النواب أو من الصحفيين أو من الإعلاميين، أكثر من قطاع أعرب عن هذا الغضب في الأيام الأخيرة. هو طبعا الخلاف قديم يعني، وأظن إنه وزير الدولة للإعلام كان أدلى بتصريحات اعتبرها الإعلاميين نوع من التعميم ويعني غير مسند أو غير موثق، وبالتالي بدأت محاولات للقاءات أو غيره. وأظن إنه في لقاء دعا إليه الوزير والصحفيين وجدوا انه هو تعامل بشكل انتقائي او ما هوش سياسي مع الامر. الجزء الخاص بالبرلمان طبعا واضح مساله برلمانيه، في بعض التساؤلات لدى النواب تجاه سياسات الوزير وتجاه تصرفاته وغيره، لكن هو لم يحضر، وبالتالي من حق البرلمان طبعا ان هو يتخذ ما شاء من إجراءات تجاه هذا الأمر طبقا للوائحه وطبقا للتعامل مع القضايا السياسية أو الوزراء في الحكومة بشكل عام. الجزء الخاص بالإعلام هو الصحفيين والإعلاميين شايفين إنه في تعميم للأمر، والتعميم الحقيقة ما بيبقاش يعني صادق في كل الأحوال. في طبعا تحولات مختلفة في مواقع التواصل، في اتجاهات مختلفة وتصريحات من هنا ومن هناك، وبالتالي فالجزء الخاص بالإعلام هو اتجاه لموقف عام تجاه اتهامات وجهات ربما لا تكون مسندة أو موثقة، وبالتالي فالجولات المختلفة للخلافات حتى في كان في محاولات لإيقاعات أو لتقريب وجهات نظر أو للمحاسبة تجاه هذا الأمر ونقاش، لكنها اعتقد انه افتقدت الى يعني فيما يتعلق بوزير الدوله افتقد كثيرا الى القدره السياسيه على الحوار، واحنا عارفين انه طوال الوقت الاعلام بيبقى حساس تجاه الانتقادات اللي بتوجه ليه، ولا خاصه وانه في سياق عام الوزير للدوله هو صحفي في النهايه، كان يفترض ان يراعي هذا الامر، ده وجهه نظر الصحفيين والاعلاميين يعني. طيب يعني يمكن منذ بداية تعيين وزير الدولة للإعلام كان في أصلا شوية يعني إيه عدم فهم كده لطبيعة الدور اللي هيقوم بيه، لأنه في وجود يعني الهيئات الصحفية سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كان في غموض طبعا نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، فما كانش مفهوم وزير الإعلام هيقوم بإيه، لكن كان في تصور إنه هيكون دور سياسي أو دور يعني يتعلق بالسياسات العامة للإعلام في الدولة أكتر منه دور تنفيذي، فواضح إنه ده ما حصلش، وإنه اللي حصل العكس، إنه بدل ما يكون في دور داعم بيقوم بيه أو بتقوم بيه وزارة الدولة الإعلام، بقى الدور ده بيسبب ارتباك أكتر وبيسبب يعني جدل أكتر في صفوف الإعلاميين. الدستور المصري بيؤكد فعلا فكرة إنه المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام يعني الثلاثة هم اللي بيقوموا بالدور الحقيقي فيما يتعلق بإدارة شؤون الإعلام والأخذ والرد مع الصحفيين وهمومهم ومشكلاتهم ومشكلات المختلفة فيما يتعلق بالنشر فيما يتعلق بغيره. ربما كان الوزير كان التصور اللي أعلن أو اللي هو أعلنه أن الذي ربما تصور عام لحل مشكلات الإعلام للتعبير عن
القضايا الإعلامية بشكل مختلف للتحاور مع هذه الهيئات للوصول إلى مشكلات، لأنه الإعلام مش بس في مصر، في العالم كله في تحولات، في السوشيال ميديا، في النشر، في التمويل بشكل عام، في العوائد الإعلامية والعوائد المختلفة، في قضايا كثيرة يمكن التحاور حولها. لكن أظن أنه النجاح بشكل عام في إدارة أي ملف إعلامي على مدى يعني خبرات التاريخ أنه في مصر أنه بيحصل لقاءات لدى يعني تقابل عند نقاط متوسطة يمكن من خلالها مناقشة القضايا المختلفة. وأظن أنه في الوضع في مصر يمكن مختلف إلى حد كبير، لأنه في هيئات النهاردة بتدير قضايا الإعلام، بتدير مشاكله، بتحاسب، بتعطي التصريحات وإدارة فكرة الحصول على الترخيصات وغيره في سياق القانون وفي سياق الدستور. فيمكن كان وزارة الدولة للإعلام كانت جزء ازدواجي، كان هناك رهان ربما على أنها تقوم بدور يعني أكثر اتساقا مع التحولات اللي بتحصل، لكن ده لم يحدث، وربما أدى إلى ما نراه من اختلاف مع وجهة نظر وزير الدولة للإعلام، لأنه لم ينجح ربما في تقديم تصور عام، خاصة وإنه في كلام فيما يتعلق بالبرلمان عن ازدواجية الوظيفة، في تداخل في المصالح، في يعني تفاصيل كثيرة كمنصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي أيضا في نفس الوقت اللي هو فيه وزير دولة الإعلام. طيب خليني أسألك أستاذ أكرم، إذا كان في بعض الأمور أو بعض الإجراءات أو بعض المبادرات اللي لو خدها وزير الإعلام تتقارب يعني وجهات النظر، ولا خلاص الأمور بين وزير الإعلام والإعلاميين وصلت خلاص لنقطة اللاعودة؟ ده يتعلق بالوزير نفسه، يعني وزير الدولة نفسه هو اللي قادر على أنه يقدم خطوات في هذا الأمر. وإحنا عارفين أنه بشكل عام الإعلام أو الصحافة هي فيه دائما وجهات نظر، واللي بيمتلك القدرة على أن يلتقي عند يعني مناطق وجهات نظر ويدخل في حوارات ربما يكون قادرا على فعل ذلك. لكن أظن تراكمات الفترة السابقة بتجعل الوضع ربما يكون أكثر صعوبة بالنسبة للوزير الدولي. تمام. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي على هذه المشاركة.